فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد العسكري من قناة موبايلي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، كل عام وأنتم بخير وبصحة، أدام الله عليكم الفرح والسرور. زي ما تعودنا في القناة احنا بننزل موبايلات مستعملة بأسعار كويسة جدا، كمان بننزل موبايلات ميت برشمة بنبيعها بسعر المستعمل. لو أول مرة تشوف الفيديو على اليوتيوب اشترك في القناة وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. زي ما قلت احنا بنتكلم على أسعار الموبايلات جديد ومستعمل، كمان بنتكلم عن خبايا وأسرار الصيانة، وبنتكلم عن إمكانية العمل في مجال الموبايلات. يعني لو انت خالي شغل، لو انت محتاج شغل إضافي، لو انت محتاج تحسن من دخلك، أنصحك بإذن الله بشغلانة حلوة جدا وفيها فلوس حلوة جدا، شغلانة الموبايلات المستعملة. كمان بنتكلم على أرخص مكان في مصر ممكن تشتري منه إكسسوارات بنص التمن. النهاردة معانا مجموعة موبايلات كسر كسر زيرو، موبايلات مفيش فيها خدوش ولا خرابيش، موبايلات إمكانيات عالية وأسعار حلوة بإذن الله هتعجبكم. موبايلات 128 جيجا رامات 8، 128 جيجا رامات 6، 128 جيجا رامات 4، 64 جيجا رامات 4، 64 جيجا رامات 3، 32 جيجا رامات 2، موبايلات حلوة وأسعار حلوة بإذن الله هتعجبكم. لكن قبل ما نتكلم على الموبايلات وأسعارها، قنوات كتير بتتكلم عن إمكانيات وأسعار ومواصفات الموبايلات، لكن من النادر إن تلاقي قناة بتتكلم عن إمكانية العمل في مجال الموبايلات وأسرار البيع والشراء. إن شاء الله إحنا بإذن الله في القناة عندنا بنتكلم عن إمكانية العمل في مجال الموبايلات خطوة بخطوة بإذن الله، هتتعلم كل حاجة. تابع الفيديوهات القديمة في القناة، هتلاقيني بتكلم كتير إزاي تبيع، إزاي تشتري، إزاي تجيب موبايلات. اللي بيتابع قناة أحمد العسكري هيتلاقيني بنزل موبايلات يوميا، هقول لك المنفذ الرئيسي تجيب منين الموبايلات، تشتري منين الموبايلات. كل يوم ممكن أقول لك تشتري كل يوم موبايلات وتبيع كل يوم موبايلات وتكسب كل يوم. الشغلانة حلوة جدا، الشغلانة فيها مكسب أحسن من الذهب. أحب طبعا أشكر كل متابعين القناة، أحب أشكر المتابعين في مصر وخارجها، أحب أشكر أهلنا في العراق، أحب أشكر أهلنا في سوريا، أحب أشكر أهلنا في الجزائر، أحب أشكر أهلنا في تونس، أحب أشكر أهلنا في السودان، أحب أشكر أهلنا في الأردن، أحب أشكر أهلنا في الإمارات. شغلانة الموبايلات المستعملة أو الموبايلات المستخدمة تسع الجميع في مصر وفي الوطن العربي، الشغلانة فيها مكسب حلو جدا، يسع الجميع. شغلانة حلوة بمعنى إن هي فيها مكسب مستمر لا ينقطع. اشترك في القناة وشاهد الفيديوهات القديمة، ان شاء الله هكون معاك خطوة بخطوة، هعلمك ازاي تشتري ازاي تبيع. اي سؤال ممكن تسألني في التعليقات هرد عليك، هعرفك قصة الاسعار، الناس اللي واقفة في المحلات، الناس اللي انت بتخش عليهم معاك موبايل كنت انت شاري جديد اصلا ب 3000 جنيه، فايه الرينج اللي هم بيحطوا لك السعر. يعني بتروح لمحل تقول له انا ببيع الموبايل دوت وانا لسه شاريه ب 3000 جنيه، فبيدي لك سعر، فتسيب المحل وتروح لمحل تاني يديك نفس السعر، تروح لمحل تالت يديك نفس السعر. انت بيخيل لك ان هم على اتصال ببعض، ولكن الكلام ده مش حقيقي. في رينج في البيع والشراء، هعرفك كل تفصيلة، هقول لك كل حاجة. الموضوع سهل وبسيط، الموضوع سهل جدا. انا بسمي شغلانة الموبايلات المستعملة شغلانة اللي مالوش شغلانة، اي حد ممكن يشتغل فيها. ما تقصرش مقاديفك من البداية، ما تكبرش الموضوع. انت وانت معدي بتلاقي المحلات مكتوب عليها المركز الفلاني، المركز العلاني، انت بتتخض، فاهم ان اللي داخل المحل او اللي بيشتغل في الموبايلات انت حاطط في دماغك ان هو دارس الكترونيات، مهندس الكترونيات. الموضوع سهل وبسيط جدا بالنسبة للجميع، كل الناس ممكن تشتغل في التليفونات. خد بالك، لو انت تقدر تستغنى عن الموبايل 48 ساعة الغي الاشتراك والغي اللايك، لكن لو انت ما تقدرش تستغنى عن الموبايل اشترك في القناة وتابعني وحط اللايك، هتلاقي ان شاء الله بإذن الله هتستفاد فعلا في القناة، القناة هتكون مفيدة بالنسبة لك. هعلمك خطوة خطوة ازاي تجيب موبايلات، ازاي تبيع موبايلات. الموضوع سهل ويسير بإذن الله بالنسبة للجميع. خد بالك، لو انت في البداية خايف لا تخش في المجال فتشتري موبايل فتخسر، في مثل بيقول اللي مالوش قلب في التجارة، اللي مالوش قلب في التجارة مالوش رزق. اتوكل على الله وخش في الشغلانة. والله انا حريص
أشد الحرص إن ناس كتير تشتغل في الموبايلات، لعل وعسى حد يسمع الفيديو ده يكون فعلا محتاج الشغلانة فيخش يشتغل فيها، فربنا يغير حاله من حل لحل. خد بالك همشي معاك خطوة بخطوة لحد ما أوصلك بإذن الله. أقول لك دلوقتي تقدر تأجر محل، هدلك بإذن الله على الموبايلات تجيبها منين وتبيعها إزاي، كمان هدلك على المنفذ الرئيسي إن أنت تنزل نابورو المنصورة وتشتري إكسسوار، اكسسوارات مكسبها ذهب لا يستهان به. سماعة بتبقى ب6 جنيه وب7 جنيه، بتتباع ب50 وب60 جنيه، كابل بيبقى ب8 جنيه، بيتباع ب40 وب50 جنيه. يعني هادلك ان شاء الله على الموبايلات المستعملة تجيبها منين، وهعرفك كمان المحلات بيجي لها الموبايلات الجديدة منين، وهقول لك تجيب الاكسسوارات منين. وباذن الله لو انت حابب تتعلم صيانة كل ده هتلاقيه في القناة، اشترك في القناة. انا مش بقول لك ان انا مش حابب ان القناة بتاعتي تكبر، لا انا مش هنكر الكلام ده، انا حابب القناة بتاعتي تكبر بس بفايدة ان انا افيد واستفيد ان شاء الله. اسف ان انا طولت عليكم. نتكلم على الموبايلات واسعار الموبايلات واسعارها باذن الله. موبايل شاومي 9، شاومي 9 اس، الموبايل ده 64 جيجا رامات 3، موبايل بسم الله ما شاء الله كسر كسر زيرو، ولا خدش ولا نمش ولا خربوش. الموبايل زي ما حضراتكم كده شايفين، هقرب الموبايل للكاميرا، الموبايل ده شبه الجديد بالفعل. الموبايل ده 3 كاميرات خلفية، بصمة خلفية، بطارية 6000 امبير، موبايل من الموبايلات الحلوة. الموبايل معاه العلبة بتاعته ومعاه الشاحن الاصلي، الموبايل ده مع العلبة بتاعته والشاحن الاصلي هنبيعه ان شاء الله ب1600 جنيه. هواوي 7i، هواوي نوفا 7i، 128 جيجا رامات 8، الموبايل ده 128 جيجا رامات 8 كسر زيرو، الموبايل 4 كاميرات. طبعا الموبايلات عندي مش مفتوحة، مفيش حاجة عندي مفتوحة. الموبايل دوت 128 جيجا رامات 8، بسم الله ما شاء الله الإطار بتاعه كله سليم، الموبايل معاه الحاجة بتاعته. الموبايل ده إن شاء الله هنبيعه ب 2700 جنيه نوفا 7i. الموبايل ده ما بيدعمش جوجل بلاي، الموبايل ده مشكلته الوحيدة إن هو ما بيدعمش جوجل بلاي. طبعا هم عاملين له بديل عشان تنزل البرامج بتاعتك كلها بالكامل، ولكن هو ما بيدعمش جوجل بلاي، عشان ما تشتريش منه موبايل وتكتشف إن هو ما بيدعمش جوجل بلاي تبدأ تكلمني تاني. الموبايل ده بصمة جانبية، موبايل بسم الله ما شاء الله الحالة بتاعته محترمة، موبايل نظيف، هنبيعه ب 2700 جنيه. بعد كده معانا موبايل شاومي نوت 10، الموبايل ده كسري كسري زيرو، ده اللي انا بتكلم فيه اللي يتقال عنه كسري كسري زيرو. موبايل ما فيش فيه خدوش ولا خرابيش، موبايل امكانيات عاليه، موبايل بسم الله ما شاء الله شبه الجديد بالفعل. طبعا انت لما تبص على حاله الموبايل والحاجه بتاعه الموبايل بالكامل شبه الجديده بالفعل، زي ما حضراتكم كده شايفين، يعني الحاجه بتاعته ما اتحلتش. الموبايل ده اللي يتقال عنه كسري كسري زيرو، تقدر تقول عنه ممكن يتباع جديد في اي محل. الموبايل ده ان شاء الله هنبيعه ب 2600 جنيه شاومي نوت 10 ال 5G، الموبايل ده 5G، موبايل امكانيات كويسه وان شاء الله السعر بتاعه برضه في المتناول. ندخل بعد كده على اوبو اي 16، الموبايل ده 64 جيجا رامات 4، موبايل كسري كسري زيرو ولا غلطه، زي ما بقول لك ده بقى الموبايلات اللي بقول عليها كسري كسري زيرو. الموبايل ده بصمه جانبيه، الموبايل ده 3 كاميرات خلفيه فلاش خلفي، موبايل كل حاجته بالكامل موجوده. اتفرج على الموبايل من الداخل زي ما حضراتكم كده شايفين، الموبايل كمان الجراب بتاعه في العلبه من هنا والضمان بتاعه، موبايل شبه الجديد بالفعل، يعني تقدر تقول عن الموبايل ده جديد. ايوه اقول عليه جديد لان بصراحه استخدام ايام. الموبايل ده 64 جيجا رامات 4، هنبيع ان شاء الله الموبايل ده باذن الله ب 2600 جنيه. هنبيع الموبايل ده ان شاء الله ب 2600 جنيه كسر كسر زيرو، مفيش فيه خدش مفيش فيه خربوش، موبايل شبه الجديد بالفعل، امكانياته عاليه، هو انتاج 21، اوبو اي 16 انتاج 21. بعد كده معانا موبايل شاومي ريدمي 9، الموبايل ده 64 جيجا رامات 4، موبايل برضو كسر زيرو، اتفرج عليه من الداخل، الموبايل معهوش الشاحن الاصلي بتاعه، معاه شاحن ولكن الشاحن مش اصلي، زي ما حضراتكم كده شايفين الموبايل حالته كويسه. الموبايل ده هنبيعه ان شاء الله ب 1700 جنيه شاومي ريدمي 9 معاه شاحن مش اصلي.
طبعا انا ما ببدلش الشواحن، الحاجه اللي بتجيلي بالشحن الاصلي بتاعها بطلعها بنفس الكلام، ما ببدلش شواحن بفضل الله. بعد كده معانا موبايل سمارت 5 32 جيجا، برضه معانا موبايلات كتيرة حلوة بإذن الله أسعار كويسة. موبايل سمارت 5 مع العلبة بتاعته ومعهوش الشاحن، الموبايل 32 جيجا رامات 2 عفوا الموبايل ده 32 جيجا رامات 2 كسر كسر زيرو، ولا خدش ولا نمش. لسه معانا بتاع 12 موبايل كمان، الموبايل دوت شبه الجديد بالفعل ولا خربوش واحد. الموبايل ده هنبيعه ب 1000 جنيه عشان معهوش الشاحن بتاعه. في بعد كده معانا موبايل ريدمي سي 11، الموبايل ده 32 جيجا رامات 3، الموبايل دوت فاضي معهوش حاجه، الموبايل ده هنبيعه ب 1200 جنيه. طبعا الحاجه اللي بتبقى فاضيه انا بعمل بيها مبيعات عشان خاطر اكون في الامان، الموبايل دوت فاضي هنبيعه ان شاء الله باذن الله ب 1200 جنيه. برضو معانا موبايل فاضي كمان سامسونج اي 02، الموبايل ده 32 جيجا، الموبايل ده 32 جيجا ولا خدش ولا خربوش، موبايل بسم الله ما شاء الله من الموبايلات الحلوه، برضه انتاج 21 زي ما حضراتكم كده شايفين نقرب الموبايل. الموبايل دوت برضه معهوش حاجه هنبيعه ب 1200 جنيه، يعني احنا الموبايلين دول كسر زيرو، الاثنين كسر زيرو ولكن معهمش حاجه وكل واحد فيهم هنبيعه ب 1200 جنيه. موبايلات حلوه باذن الله واسعار باذن الله حلوه بالنسبه للجميع. خش في مجال الموبايلات، الموضوع ما هو صعب زي ما انت متخيل او زي ما حد مخيل لك، الموضوع سهل. اكيد انت ملاحظ ان انا بنزل موبايلات كتير، الموبايلات اللي الكتير اللي انا بنزلها بجيبها منين؟ كمان معانا موبايل اوبو اي 1 كي، الموبايل ده بسم الله ما شاء الله حظ بيكون معاه كويس، بيجي لي كتير وببيعه كتير، الموبايل ده هبيعه ب 1000 جنيه معهوش حاجه، موبايل كسر زيرو ولا خدش ولا نمش، الموبايل ده 32 جيجا رامات 2، موبايل شبه الجديد بالفعل، انا بقربه من الكاميرا، الموبايل ده شبه الجديد بالفعل. بعد كده معانا موبايل سامسونج اي 10 اس، موبايل 32 جيجا رامات 2، الموبايل حالته كويسه جدا، الموبايل ده معهوش الشاحن، الموبايل ده ب 1200 جنيه معهوش الشاحن، كسر كسر زيرو، الظهر عليه سكرين الظهر، يعني الموبايل ده متحافظ عليه قوي، 32 جيجا رامات 2، موبايل خفيف غني عن التعريف، سامسونج اي 10 اس هنبيعه ب 1200 جنيه. لسه معانا موبايلات ثانيه امكانيات عاليه ان شاء الله. سامسونج اي 12، الموبايل ده 64 جيجا رامات 4، موبايل برده كسر زيرو زي ما حضراتكم كده شايفين، اربع كاميرات خلفيه بصمه جانبيه، الموبايل ده من الموبايلات الحلوه برده اللي انت هتستخدمها، موبايل معاه الشاحن بتاعه، خد بالك السماعه حتى ما اتحلتش لحد اللحظه دي. انا ببيع الموبايل بالمحتويات بتاعته بالكامل، ما بقلبش في حاجه فاخد المحتويات مثلا اخد السماعه، لا الموبايل زي ما بيجي لي بطلعه. الموبايل ده 64 جيجا رامات 4 هنبيعه ب 1800 جنيه كسر كسر زيرو، ولا خدش ولا نمش ولا غلطه، الشاحن والسماعه شبه الجديد بالفعل. بعد كده معانا موبايل انفينكس اس 5، الموبايل ده 128 جيجا رامات 4، موبايل حاله كسر كسر زيرو، موبايل فيه نمش ولو 1% انا بقول عليها، بقربه من الكاميرا اهو، الموبايل ده مع العلبه بتاعته انفينكس اس 5 كسر كسر زيرو، مفيش فيه غلطه، مفيش فيه نمش، مفيش فيه غلطات، الموبايل فيه نمش 1% عشان اكون انا قلت كل حاجه بالنسبه للموبايل، عشان اللي بيشتري مني وبيجي لي من مسافه بعيده يجي تلاقي الموبايل زي ما انا قلت. وبرده اربع كاميرات خلفيه، الموبايل ده ان شاء الله هنبيعه ب 1500 جنيه اسمار انفينكس اس 5. موبايل ريدمي 9، شاومي ريدمي 9 64 جيجا رامات 4، لكن الموبايل دوت معهوش حاجه، الموبايل ده ان شاء الله باذن الله معهوش حاجه، هنبيعه باذن الله ب 1400 جنيه عشان معهوش الحاجه بتاعته، الحاجه اللي بتبقى فاضيه انا ببيعها وانا برخص في سعرها، ولكن انا دايما باكد ان انا لما بشتري موبايل معهوش حاجه انا بعمل مبيعه، انا بامن نفسي مش مهم عندي المكسب، الموبايل ده هنبيعه ب 1400 جنيه. سامسونج
A02S الموبايل دوت مع العلبه بتاعته مع الشاحن بتاعه. الموبايل ده 64 جيجا رامات 4. هنبيع الموبايل ده باذن الله ب 1700 جنيه كسر زيرو. الموبايل ما فيش فيه خدوش ولا خرابيش، موبايل حالته كويسه. الموبايل ده مع الشاحن بتاعه الاصلي، لسه معانا مجموعه موبايلات برضو اسعار كويسه مع الشاحن الاصلي، لكن الكابل هو اللي مش اصلي. شغلانه حلوه وفيها رزق حلو يومي. كل الناس اللي باعت التليفونات ديت، انا معايا النهارده بتاع 15 تليفون، كل الناس اللي باعت ال 15 تليفون دول ما بتشتروا الافات مؤلفه من الموبايلات المستعمله. حد النهارده يقدر يستغنى عن الموبايل؟ خش في المجال هتلاقي فيه رزق حلو جدا يسعك ويسع الجميع. لو المصريين كلهم اشتغلوا في الموبايلات والله كل الناس هترزق، لان فعلا في كميه موبايلات رهيبه بتتضخ في السوق. بعد كده معانا شاومي اس 9S، الموبايل ده 128 جيجا رامات 6. موبايل شوف الحاله بتاعت الموبايل عامله ازاي، قرب الموبايل من الكاميرا، كسر كسر الزيرو شبه الجديد بالفعل الموبايل، ولا خدش ولا خربوش، جديد بالفعل الموبايل ده. باذن الله هنبيعه ب 2600 جنيه ومعاه العلبه بتاعته والشاحن بتاعه. شاومي نوت اس مع العلبه بتاعته والشاحن بتاعه شبه الجديد. كل يوم موبايلات مستعمله بتتباع، وكل يوم موبايلات جديده بتتباع، وانت قاعد مستني ايه؟ مش فاهم. خش في المجال، واي حد يقول لك اصل الشغلانه دي صعبه قول له لا، قول له انا اعرف حد كان شغال شيال في يوم من الايام واشتغل في التليفونات وكسبان وربحان وكل يوم في تليفونات. انفينكس هوت 7 برو، الموبايل ده 64 جيجا، حاله برضو الموبايل شبه الجديد بالظبط، 64 جيجا رامات 4. الموبايل شبه الجديد، بصمه خلفيه، اثنين كاميرا خلفيه، موبايل جديد بالفعل الموبايل ده باذن الله، معاه العلبه بتاعته والشاحن بتاعه. الموبايل ده هنبيعه ب 1500 جنيه كسر كسر زيرو. شاو انفينكس هوت 7 برو. اخر موبايل معانا ان شاء الله باذن الله انفينكس هوت 10 اس، الموبايل ده 64 جيجا رامات 4. الموبايل ده ان شاء الله هنبيعه ب 1600 جنيه كسر برضو الزيرو. الموبايل ده ثلاث كاميرات خلفيه، بصمه خلفيه، الموبايل معاه الحاجه بتاعته بالكامل. الموبايلات شغلها حلو جدا وفيها مكسب حلو جدا. انا عشان جربت المكسب عايز كل الناس تشتغل في التليفونات مع الشاحن الاصلي بتاعه. انا عشان جربت مكسب التليفونات حابب ان الناس كلها اصلا تشتغل في التليفونات، كل الناس تشتغل في التليفونات. الموبايل ده كسر زيرو، هنبيعه باذن الله ب 1600 جنيه. وده كان اخر موبايل معانا. خش في المجال بتاع التليفونات، التليفونات نهر من المكسب يوميا، مستعمل وجديد، ملايين الموبايلات الجديد بتتباع يوميا، وملايين الموبايلات اللي هي المستعمله هتلاقيها بتتباع. انت لو عديت على المحلات، كل المحلات عندها عشرات، بل في محلات بيكون عندها مئات التليفونات. كل الناس دي بتشتغل في التليفونات، فيها مكسب حلو جدا. بلاش المكسب ده يفوتك، يا ريت القناه تكون فعلا بتفيدك، ولو بتفيدك بالفعل اشترك. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.